السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في الجزء الأول من إنشاء حساب بايزيرا رأينا طريقة التسجيل في البنك، وفي هذا الشرح سوف نرى طريقة تفعيل الحساب من حساب عادي أو من حساب ليميتد إلى حساب الليميتد غير محدود، يمكنك شحنه بأي كمية تريد. إذا كنت تريد أن تشاهد الحوار الذي دار بيني وبين الدعم التابع لبايزيرا، فشارك هذا الفيديو مع أصدقائك وادعمنا بزر لايك وسبسكرايب وكومنت إذا أعجبك هذا الفيديو. وفي الأخير يوجد نصائح مهمة لكل من يستعمل حساب البايزيرا، لأن الموظف الذي يعمل في البنك بايزيرا لقد أفادني كثيرا ببعض الأمور التي يجب أن أتفادها لكي لا يتم حظر حسابي في هذا البنك. لذلك في هذا الشرح سوف نرى مرحلتين، المرحلة الأولى وهي ملء استبيان صغير، والمرحلة الثانية هي أخذ موعد مع الدعم عبر الموقع، وبعدها سوف يتصل بك في ذلك الموعد عبر سكايب. إذا لا أطيل عليكم إخواني، ترجمة ممتعة. الآن يجب علينا أن نقوم بترقية الحساب إلى Unlimited أو الحساب غير محدود، يمكن شحنه بأي كمية واستعمالها بدون مشاكل. لذلك سوف تجيب على بعض الأسئلة من هنا، إذن بعدها ننزل للأسفل قليلا سوف تجد معلومات خاصة بالعميل هنا، فيسألك إذا كنت أنت عامل بأحد الشركات أو إذا كنت لديك تجارة خاصة بك أو إذا كنت متقاعد أو متمدرس. ننزل للأسفل قليلا، بعدها سوف يطلب منك ما هو الراتب الشهري الخاص بك، يعني يمكنك أن تحدده بأي عملة. أولا سوف نتركه نحن باليورو. سوف تظهر لنا سؤال آخر، وهو ما هي الخدمات التي يريد هذا العميل أن يستعملها، ما هي الخدمات التي تريد استعمالها أنت في حساب بايزيرا؟ أنا على سبيل المثال أحتاج فيزا كارد، كتب فيزا كارد، نختار فيزا كارد. بعدها إذا كان لديك حساب بنكي فيفضل كتابته في الدولة التي أنت، هذا البنك الخاص بالدولة الخاصة بك، إذا كان لديك حساب بنكي في الدولة الخاصة، الدولة التي تسكن بها. ننزل قليلا، هذا السؤال الأول يسألك إذا كان لديك منصب في الأوروبي، يعني في الاتحاد الأوروبي أو منصب مهم في الدولة. سوف أختار ناو. السؤال الذي بعده يطلب منك إذا كان هناك أحد من العائلة قد اشتغل في منصب مهم أوروبي أو يعني في السياسة أو لا أدري، فأنت تختار ناو أيضا، ناو ناو. وآخر سؤال إخواني يطلب منك إذا ما كنت أنت هو المستعمل الوحيد لهذا الحساب، ويعني لا يوجد أشخاص يستعملون معك هذا الحساب، فلذلك سوف أجيد بياس. بعدها سوف نقوم بالتعليم على هذا البوكس، من هنا نؤكد المعلومات التي قمنا بكتابتها من قبل، وبعدها نضغط على Save the Dictionary. إذن Go Back. إذن تم حفظ كل الأسئلة، متبقي لدينا المرحلة الأخيرة وهي التفعيل عبر سكايب. يتم الاتصال بك عن طريق مكالمة فيديو، وتضع الكاميرا وترفع فقط بطاقة الهوية التي صورتها. فأول شيء سنقوم به هو طلب موعد، سوف نضغط على Perform من هنا. المكالمة تكون ما بين 9 إلى 5 مساء. تنبيه، التوقيت المعتمد في هذا البنك هو توقيت دولة ليتوانيا، يعني زائد 3 ساعات بتوقيت غرينتش. مثال، الساعة 4 مساء بتوقيت ليتوانيا هي الساعة 1 مساء بتوقيت المغرب، وهي الساعة 2 بتوقيت الجزائر. إذا سوف نمر إلى طلب حجز، نضغط على Book the time here، نضغط هنا، تظهر لنا هذه الواجهة، سوف تقوم بملء هنا الاسم واللقب، هنا نقوم بكتابة الإيميل، بعدها نكتب Skype name أو اليوزر نيم، اسم المستخدم الخاص بسكايب، يجب أن يكون لديك حساب سكايب، وبعدها تكتب Your Pizera Inc نمبر، رقم الخاص بالبيزارة سوف تجده في حسابك، لاحظ معي في أعلى الحساب. الآن سوف نمر لوقت التاريخ، إذا سوف نأخذ معهم موعد بتاريخ غدا. يجب أن تعرف التوقيت الخاص بك والفرق بينه وبين توقيت ليتوانيا، ونحدد الوقت الذي يمكن أن تكون لنا مقابلة فيه. أنا سوف أختار من الثاني أو منتصف النهار إلى 12:30، يعني بتوقيت المغرب تكون 9 صباحا، بتوقيت الجزائر ستكون 10 صباحا. سوف نختار اللغة من هنا، إذا أي لغة تتقي، أنا سأختار الإنجليزية، وتنزل للأسفل وبعدها تؤكد على كل هذه الخيارات، هكذا تنزل للأسفل قليلا و
تكتب هنا الموضوع. إذن في العنوان على سبيل المثال سوف نكتب confirm ID card via Skype، وسوف أقوم بنسخها ونفسها سوف أضعها هنا وننزل للأسفل ونضغط على submit. إذن تم طلب موعد، إذن بعدما يرد علي سوف نكمل هذا الفيديو. عدنا لكم إخواني ونحن في اليوم الموالي. البارحة كنت قد طلبت مقابلة في سكايب لتفعيل بطاقة البيزارة وانتظرت في الإيميل. اليوم صباحا تم إرسال لي رسالة، إذن بعد ما يتصلوا بي سأعود لكم. إذن إخواني في هذه اللحظة وصلتني المكالمة، سوف أقبلها. السلام عليكم. نعم مرحبا. وكما تلاحظون إخواني بأن الدعم كان يتكلم باللغة العربية، وفي هذه اللحظة طلب مني الدعم أن أقوم برفع البطاقة الشخصية وأقربها من الكاميرا. بعد حوالي دقيقة طلب مني أن أقوم برفع الجهة الخلفية للبطاقة وأقربها أيضا من الكاميرا، وبعدها استفسرت منه عن سعر البطاقة وأيضا أسعار الشحن، فكانت إجابته هي كالتالي: سعر البطاقة حاليا هو 15 أورو، تكلفة الشحن الغير مسجل هو 1 أورو، الشحن المسجل ب4 أورو، الشحن السريع ما بين 50 إلى 80 أورو حسب الدولة والمدينة، الاقتطاع الشهري هو 0.5 أورو لكل شهر ما يعادل 6 يورو في السنة. بعدها سألني بعض الأسئلة. أول سؤال: كيف سمعت وتعرفت على بنك بايزيرا؟ فإجابتي كانت: عن طريق اليوتيوب. السؤال الثاني: هل ستطلب بطاقة بايزيرا وهل تعرف الأسعار حاليا؟ فإجابتي كانت: نعم سأطلب بطاقة البايزيرا والأسعار نعم أعرف. السؤال الثالث: هل تعرف الاقتطاع الشهري؟ فأجبته بنعم. السؤال الرابع: لأي أغراض تريد استخدام الحساب والبطاقة؟ فإجابتي كانت: في استعمالاتي في الانترنت، لأني أعمل على مجموعة من المجالات في الانترنت، فأحتاج شحن رصيد وأيضا الشراء من الانترنت، وأحتاج لبطاقة تفعل لي مثلا حساب البايبال. بعدها سألني ما هي مجالات العمل التي أعتمدها في الانترنت، وبعدها سألني: هل تريد أن تربط حساب بايزيرا بحسابات أخرى؟ فإجابتي كانت نعم مع مثلا البايبال. وفي الأخير طلبت منه أن يعطيني بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين لكي نتفادى غلق الحسابات وأيضا مخالفة القوانين الخاصة بالبايزيرا. فجاوبه كان: البايزيرا يمنع منعا باتا التعامل مع حسابات العملات الرقمية مثل البيتكوين والإثيريوم والكثير منها، وأيضا ممنوع أن تصب كل أرباحك في تداول العملات الرقمية في حساب البايزيرا، وهذا مخالف لسياسة البايزيرا، وبالتالي أي شخص سوف يخالف هذه القوانين سيتم حظر حسابه. أترككم مع فقط، إذا كان لديكم أنتم إضافة أو يعني أمور تنصحون بها فنكون شاكرين. إذن سيدي محمد، نعم. دائما نحذر ونبلغ زبائننا من أن التعامل مع العملات الرقمية والكريبتو كرنسيز مثل البيتكوينز ممنوعة قطعيا بحسب قوانين داخلية لبايسيرا. فيما يخص حسابات بايسيرا، فيما تعمل في حسابات أخرى هذا شيء آخر، ولكن إذا كان النهاية أن تصب في حسابات بايسيرا إذا هذا ممنوع. تمام. طيب. باقي العملات الحقيقية لا يوجد مشكلة. تمام. نعم. إذن الإخوان الذين كانوا يستمعون للمكالمة، فكما لاحظتم بأن العملات الإلكترونية هي ممنوعة. إذن إذا كان لديك حساب في البيتكوين وتريد أن تشاركهم أرباحك من الفوركس فكن حذرا، لأن البايزارا تمنع البيتكوين وهذه العملات والتعامل معها. فالدعم هو رائع صراحة كما لاحظتم في المكالمة، فقط تجنبوا العملات الإلكترونية أو مجال الفوركس. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، وتم تفعيل حساب البايزارا تفعيلا كليا، والآن يمكننا شحنه بأي رصيد. كما تلاحظون هذا هو حسابي، لقد اختفى الشريط العلوي الذي كان متواجد باللون البرتقالي. في الشرح المقبل سوف نرى طريقة شحن الحساب بعدة طرق، وبعدها نقوم بطلب البطاقة. للإخوة الذين لديهم أسئلة يمكنهم طرحها في التعليقات أسفل هذا الفيديو. أيضا إخواني لا تنسوا مساعدتنا بالضغط على زر لايك وسبسكرايب وكومنت. إذا أعجبك هذا الفيديو تقوم بمشاركته مع أصدقائك، وإلى الحلقة المقبلة نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.